فخرية خلصيني جننتيني. لك شو بك جهاد بتضل محروقة بصلتك؟ ما بتعرف تقعد بدون متنق؟ ناريمان شو رأيك حلوين؟ يعني شكرا لك انت التانية، مفكرة حالك قلتي شي حلو يعني؟ منيح يلي اجيتي عاصبة. شو؟ ما خلصتوا من الشره؟ لا ما بظن، وما رح نخلص للسنة الجاية. أنا لازم روح ورأي شغل كتير بالمعهد. استنى شوي منروح سوا شباك. جهاد شو رأيك؟ هي كمان عجبتني وبدي تاخد لي اياها، لا تقلي غالية. خلص اسكت هلأ قولي موافق. أخي فخرية أنت بدك تاخديهم كلهم؟ ايه أخي رح ياخد لي اياهم. يلا وهي شفت عمو فايز وأنا جاي لهون، ما عاد ضايقك مثل قبل؟ شوي مو كتير، مو مثل ما كان. من وقت ما طلعنا من الحارة وانتي ساكتة وقلبي خلقتك، ممكن أعرف بشو عم تفكري؟ يعني انتي ما لازم يكون شكلك هيك إلا إذا كنتي متخانقة مع ماجد. لك والله هالماجد ما في منه واشترى لك تليفون، انبسطي. فخرية ماجد اليوم عرض علي الزواج وأنا قبلت. بعرف حبيبتي وهالشي فرحني كتير. فرحتي عم تقليلي، لهيك تمسخرتي على التليفون. لو ما عرض يتزوجني ما قبلته. ايه دخيلك أنا عم بمزح، لا تسويها موضوع. اسمعي هلأ المفروض تجهزي حالك أكيد ليطيب أبوه بيخطبك. مالي عم بفهم أي شي عليه، اليوم تصرفاته كانت كتير غريبة. بتصدقي لك عن جد ما حسيته ماجد اللي أنا بعرفه، حسيته بعيد عني. ماجد ما؟ ايه شو عم يقول؟ عم يقلي كيفك؟ انت شلون بدك؟ يعني اني كون؟ بكون. هلأ ما طلع معك تكتبي شي أحلى من هيك ناريمان؟ عن جد أنت مو معقولة. ما فيني إيجي قبل ساعة، عندي شغلة كتير ضرورية ما فيني. ماشي يلا الله معك. شو عم يقول؟ بدي شوفك مبتسمة. هالزلمة طابس فيكي لقرائيت أدنينا ريمان، صدقيني. أبوه ملقح بالمشفى ومع هيك راكد وراكي، بده ياكي تفرحي وتبتسمي كمان. ليش عم تساوي هيك؟ والله خطي. خايفة إني أخسره حبيبتي. والله طلعتي مانك قليلة بتصدقي. فخرية يا الله على هالمصيبة منين اجتني. وانت كمان بتخبص كل الامور وبعدين بتحاول تزبطها بالمسيجات. لا تبالغ جواد، ما عم بغلط. وانا هادي اللي بقصده اخي، يعني انت عملت يلي عليك بس على طريقتك، واستنيت لتشوف شو النتيجة وما تحركت ولا خطوه.